السيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد ملفات إقليمية باتت تفرض نفسها على طاولة الحوار نظرا لما تحمله من تغيرات متداخلة ومتشابكة فبانتظار نتائج قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أو ما يعرف بجاستا خصوصا إذا زمح القانون لمواطنين أمريكيين برفع مئات القضايا على المملكة العربية السعودية وبما يفتح الباب لمئات من المحامين الذين سيحاولون إيجاد أي صيغة لعلاقة السعودية بأحداث سبتمبر جاستا الذي رأى فيه البعض تغير الهوى الأمريكي في المنطقة وتبدل الأولويات بقيت لعشرات السنين تفرض نفسها وأيضا طفى على سطح توتر للعلاقة السعودية المصرية عبر عنه تصويت مصر لصالح قرارين متناقضين في مجلس الأمن الدولي بشأن حلب هذه المتغيرات الإقليمية يقابلها ما تشهده مدينة لوزان السويسرية من مباحثات حول الأزمة السورية وإيجاد حلول يمكن البناء عليها بين الفرقاء السياسيين وفي ميدان آخر بعيدا عن الاستقطاب والتحول السياسي نجح الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية في تبني اليونسكو لقرار القاضي بنفي وجود أي صلة لليهود بالمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف هذه المتغيرات نناقشها ليلة مع ضيوفنا كل من الأستاذ رجاء طلب الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك شرفت بحضورك أهلا وسهلا وأيضا الأستاذ جهاد الرتيسي الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك شرفت بحضورك قبل أن نبدأ الحوار نتابع التقرير التالي ملفات إقليمية تشتبك وتتداخل وعلاقات يطرأ عليها التغيير وتغادر الصيغة المعتادة منذ عشرات السنين، أولى هذه الملفات القانون الأمريكي الذي أقره الكونغرس والموسوم بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أو ما يعرف بقانون جاستا، والذي تشرح نصوصه القانونية الغرض منه بالحصول على تعويضات من كل شخص أو مؤسسة أو دولة ضالعة في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، هذا القانون عبر عن تغير في السياسة الأمريكية تجاه حلفاء تاريخيين هو أبرزهم المملكة العربية السعودية التي وصفت القانون بأنه تقويض لمبدأ المساواة والحصانة والسيادة وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ سنين ليشكل هذا القانون مصدر قلق لما يترتب عليه من مخاوف بمقاضاة أمريكية لسعوديين نتيجة أحداث سبتمبر ومن جاستا إلى العلاقة السعودية المصرية فمع تصويت القاهرة لصالح قرارين متضادين بشأن الأزمة السورية في مجلس الأمن وبعيدا عن التطلعات السعوديه وصف المندوب السعودي في مجلس الامن الموقف المصري بالموقف المؤلم ليبدا يطفو على السطح ما يوحي باستقطاب حاد بين جاري البحر الاحمر عبر عنه انقطاع الواردات النفطيه للقاهره وسط هذا الجدل في المنطقه ووسط هذه الاستقطابات ثم تحول على الصعيد الأممي يحاول إعادة البوصلة العربية إلى قضية فلسطين فقد كان لتبني منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم للقرار الأردني الفلسطيني القاضي بعدم وجود صلة لليهود بالمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف تداعيات أثارت غضب حكومة الاحتلال التي أعلنت عن تعليق تعاونها مع اليونسكو هذه الثوابت وما يحيط بها من متغيرات في المنطقة بدأت تجترح أسئلة في العمق تتناول ما ينتظرها من سيناريوهات محتملة يلزم تناولها قراءة ما يحدث على الأرض السورية وتفاهماتها في لوزان ولندن بعمق وفهم أكبر نبدا حوارنا اذا لهذه الليله ارحب مره اخرى بضيوف الكرام ونبدا الحوار الحقيقه من قانون العداله ضد رعاه الارهاب والقلق والمخاوف من هذا القانون، استاذ رجاء وجهه نظرك في هذا القانون توقيته، اثره على المنطقه عموما وعلى السعوديه تحديدا. يعني هو عباره عن قنبله قانونيه نوويه انزلت على العالم، الحقيقه القانون يعني ممكن ان يطال الكثير من المنظمات والدول في العالم، القانون من ناحية عملية هو فصل من أجل أن يحاكم 11 سبتمبر لأنه في شرطين أساسيين الذي قرأ نص المشروع القرار أو القرار الذي أصبح قرارا هناك شرطين أساسيين لم لا يتحقق إلا على المملكة العربية السعودية إلى هذه اللحظة لا. الشرط الأول أن تكون هناك جريمة إرهابية ارتكبت على الأرض الأمريكية والشرط الثاني أن تتم محاكمة من هم متهمون بهذه الجريمة في المحاكم الأمريكية فالجريمة الكبرى التي يعتقد الأمريكيون أنها تمت على أرضهم هي 11 سبتمبر جميل. طبعا هناك بالتأكيد إذا, إذا ذهبوا بالأرشيف وبدأوا أن ينقبوا على قضايا وعلاقات ما يسمى بالمنظمات الإرهابية قد يطالوا دول أخرى ولكن أكبر جريمة لحد الآن معروفة هي 11 سبتمبر وبالتالي هذا القانون إن لم يسمى السعودية بالاسم إلا أنه فصل على مقاس السعودية وعلى 11 سبتمبر وهذه مساله في منتهى الخطوره لانه يعني عندما تستهدف دوله مثل السعوديه التي تعد الحليف الاستراتيجي الاول للولايات المتحده في الشرق الاوسط منذ عام 1945، منذ الاتفاق التاريخي بين روزفلت والملك الملك سعود بن عبد العزيز الملك عبد العزيز بن سعود هذا يعد انقلاب حقيقي في طبيعه التحالفات الامريكيه وتحول استراتيجي باتجاه تغيير هذه التحالفات ولربما تكون بدايه لزعزعه المنطقه وخلق حروب داخل هذا داخل المنطقه من اجل انهاك كل القوى التي يمكن ان تكون منافسه للمشروع الامريكي واستبدال ما يمكن تسميته بالفوضى الخلاقه الى المواجهه الخلاقه بين الدول الاقليميه. لذلك يجب ان لا نستهين بالموضوع من الناحيه الاستراتيجيه ولا حتى من الناحيه التكتيكيه فالولايات المتحده طبعا عندما تبدا بتطبيق عقيده اوباما الانسحابيه من الشرق الاوسط بمثل هذا القرار فهذا يعني ان الولايات المتحده لن تترك المنطقه إلا بعد أن تحقق فيها أغراضها بإضعاف جميع الأطراف وإبقاء الطرف الإسرائيلي كطرف أقوى فيها جاستا هو المقدمة القانونية لهذه الخطة وبالتالي الخطوات القادمة ستعزز نعم. مسيرة, مسيرة الولايات المتحدة الانسحابية من أجل إبقاء المنطقة في حالة توتر وحروب واضح جدا قنبلة نووية قانونية على العالم أجمع واستهداف مباشر في قراءة أولية لهذا القانون للمملكة العربية السعودية الحليف الأول للولايات المتحدة في الشرق الأوسط تغير في التوجه الأمريكي نحو المنطقة ونحو السعودية تحديدا؟ لا أنا أعتقد أن هناك يعني سلسلة تحولات في المنطقة مقبلة خلال المرحلة المقبلة في خلال المرحلة القادمة آه هذا القرار جاء في هذا في هذا السياق آه القرار جاء في الوقت الذي يتم رفع المعونه الضخمه آه ضخمة اصلا لاسرائيل المعونه الامريكيه الضخمه اصلا لاسرائيل ياتي بعد يعني عام او عام ونصف على آه حديث اوباما حول آه او اقل لا اذكر حول آه عدم عدم رغبه الولايات المتحده في مساعده دول الخليج في في ترتيب اوضاعها الداخليه، اذا هناك اعاده نظر تجاه الكثير من القضايا، الولايات المتحده تعيد النظر في الكثير من القضايا، الكثير من التحالفات في داخل المنطقه، وهذا القرار جاء لي يعني اقرب الى فك ارتباط مع في يعني في تعيد, في تعيد النظر في علاقه مع حليف رئيسي تاريخي في المنطقه بقانون يسمح بمحاكمة كل ما هو سعودي على الأرض الأمريكية؟ هذا القانون هو يعني جزء من سلسلة من سلسلة من منظومة إجراءات من يعني هناك مؤشرات كثيرة <applause> في داخل الولايات المتحدة حول عملية تغيير تحالفاتها في, في المنطقة أو هذا يعني يأتي في سياق سياق الاتفاق النووي الإيراني كان جزءاً من 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 هذه من هذه الترتيبات او من, نعم. من هذا السياق التوتر التركي الامريكي ايضا جزء من هذا من هذا السياق يعني هي خطوه في سياق وليست معزوله عن هذا السياق باعتقادي. طيب انا استاذ رجب بدي ارجع في يعني ناخذ تبعات نتحدث نعم. ايضا عن ضرب السعوديه ل لاحدى المناطق بيت عزاء في صنعاء حديث امريكي عن رفض هذه هذا التدخل السعودي في هذا الشأن تحديدا وتحقيق تشارك في الولايات المتحده الامريكيه، هناك حديث عن تجميد اموال السعوديه في الولايات المتحده الامريكيه اذا ما رفعت قضايا، قلق سعودي ورد فعل سعودي سريع بان هذا يعني على اقل تقدير لا لا لا, لا يتضمن السياده الدوليه. يعني يعني للاسف ان القانون محبك بطريقه ذكيه جدا، يعني هناك بعض الفقهاء في القانون اعتقدوا ان قانون جاز يخالف اتفاقيه فيينا م. التي تحفظ سياده, سيادة الدول م. ولكن اتضح ان القانون فيينا هو اصلا يعني يحفظ سياده الدول في هيئاتها الدبلوماسيه وممثليها الدبلوماسيين وليس الدول كدول لذلك عندما صاغوا القانون قبل شوي اشرت لنقطتين هم اشاروا الى ضروره ان تكون الجريمه وقعت على الارض الامريكيه وان المحاكمه تتم في الولايات المتحده الامريكيه يعني السيطره على كل الاطراف القانونيه للقضيه التي سترفع بالتالي علينا ان نتجاوز البحث في البعد القانوني للقصه، القصه ليست ابتزاز مالي، انا ارفض هذا التفسير، مم. يعني هو بالتاكيد هناك ابتزاز اموال طائله للسعوديه طبعاً طبعاً يعني عندك وخمسين 750 750 مليار هدول مجرد سندات خزينه مشتريتهم السعوديه، مجرد ما ترفع القضايا هاي ستسيل فورا، يعني ستذهب للذين يحق لهم التعويض، بعوضوهم من هذه ال 750 مليار، عدا الاستثمارات، عدا الاسهم، عدا خلافه، لكن المساله المهمه علينا ان نفكر استراتيجيا، ماذا تريد الولايات المتحده الامريكيه؟ هذا هو السؤال الاهم. الولايات المتحده الامريكيه بي بي عملا بعقيده اوباما علينا ان نرجع الى فهم عقيده اوباما. الولايات المتحده الامريكيه في حاله انسحاب تماما مثل الفراغ اللي تركه روزفلت عندما سد الفراغ روزفلت بعد ان خرجت بريطانيا وخرجت فرنسا من الشرق الاوسط. بعد آآ آآ بعد العدوان الثلاثي على على, على مصر, مصر. هناك حاله شبيهه فيها الان الامريكان بتقديري الولايات المتحدة نتيجة لعدم اضطرارها ان تتورط مرة اخرى في حروب في الشرق الاوسط ونتيجة وهذا عبر عنه اوباما في عقيدة اوباما بشكل واضح عندما عمل المقابلة مع جيفري جولدنبرج في وكان واضح انه احنا ليس لنا مصلحة بان نتورط اكثر في الشرق الاوسط، بمعنى خلي اهل الشرق الاوسط يخلعوا شوكهم بديهم اذا بدنا نجيب تعبير بلدي يعني يحكي عن الموضوع، لذلك الولايات المتحدة تعيد صياغة تحالفاتها واحد وأيضا تحاول أن لا تخوض حروب مباشرة ولذلك لأنها لا تستطيع أيضا أن تخوض حروب بالوكالة لا يوجد إلى وكيل إلا اسرائيل ونظرا للظروف الاستثنائية التي تحيط بحالة إسرائيل لم تورط الولايات المتحدة اسرائيل بحروب بالوكالة فماذا ستفعل الولايات المتحدة ستشعل الحروب مباشرة بين الأطراف الاقليمية الموجودة في المنطقة وتحديدا الكتلة العربية الأتراك و... الايرانيين، والان هناك بوادر لاحتكاك قوي بين العراقيين وبين الاتراك بسبب قضية الموصل وبالتالي تقرأ ممكن تقرأ ان الرؤية الامريكية للمنطقة تتضمن ايران وتركيا ودول الخليج العربي فليدخل الجميع في معركة في معركة وهي وهي تنظر نا نا وهي تنظر اضعاف الكل اضعاف الكل من اجل المصر يعني في حالة اضعاف الجميع الولايات المتحدة الامريكية حتما مستفيدة مستفيدة من مصلحة حليفة الاستراتيجي الأول إسرائيل ومستفيدة من قصص أخرى مثل بيع السلاح وخفض سعر البترول وإلى آخره من هذه القصص فبالتالي هي تنظر للمشهد بأنه انتقلنا من نظرية الفوضى الخلاقة التي خلقت فككت الدولة الـ الـ الوطنية في العراق والدولة الوطنية في سوريا والدولة الوطنية في لبنان وحولتها دول ميليشياتية الآن هناك نظرية جديدة هي الفوضى بين الدول من أجل أن تتصارع و تحتك ببعضها البعض وخلق فوضى إقليمية على مستوى دول وليس على مستوى ميليشيات على مستوى جيوش وليس على مستوى ميليشيات وهناك بوادر حقيقية لحرب بالوكالة بين إيران وتركيا عبر العراق بالنسبة لقضية الموصل وستكون هنا البداية تتفق مع هذا مع هذه القراءة الولايات المتحدة الأمريكية ستشعل المنطقة وتخرج منها بما يضمن قوة حليفها الرئيسي والأوحد إسرائيل هي لا تشعل المنطقه وتخرج منها، هي تعيد ترتيب اوضاع المنطقه. هناك يعني نقل بلوره الصراع الهوياتي في داخل المنطقه بدا هذا هذا الامر يطفو على سطح منذ اربع الى خمس سنوات. الولايات المتحده بصدد اعاده تشكيل المنطقه وليس وليس يعني الخروج من المنطقه. اعاده تشكيل المنطقه بما يخدم الحاله الاسرائيليه. أه وهذا لا يعني خروج امريكا في المنطقه بالتالي حتى لو يعني يعني كرسنا مساله في التفكير في تفكيرنا كرسنا مساله ال ال الذهاب نحو اسيا والى لا لن تخرج الولايات المتحده من المنطقه ستبقى موجوده أه ولكن هي تعمل على تكريس مساله الصراع, الصراع الهوياتي هذا الصراع الهوياتي سيفرز حاله مختلفه عن الوضع الموجود حاليا اسرائيل ستكون جزء من 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 خارطه هويات في هذه المنطقه ولن تكون يعني ند لهويات يعني لهويات متماسكه انا باعتقادي ان الامور تسير في هذا الاتجاه وليس اشعال الحروب والخروج منها يعني. الموقف السعودي اليوم في اطار ردة الفعل السعودية اساسا تجاه قانون جاستا. هناك ردة فعل سلبية. السعوديون منزعجون جدا من هذا القانون ويحذرون من خطورته. السعوديه تدرك جيدا حجم التحولات المقبله في في المنطقه وتعمل على هذا الاساس، هي تخوض حرب اليمن، تخوض حرب في سوريا لها اذرع في اكثر من مكان في لمواجهه لمواجهه مرحله مقبله من التحولات هي تدرك الخطر المقبل. ولا تستطيع في في, هذه في مثل هذه الحاله الا ان تتحصن في الهويه السنيه وهذا ينعكس على, على الوضع في الموصل في العراق ينعكس على الوضع في تتفق مع توجه ان الموصل ستكون اول مركز اشتباك حقيقي وحرب الوكالة يا سيدي بين الإيرانيين يا, سيدي يا سيدي موضوع الاشتباك في مسألة الداعش أنا يعني أرى تضخيما في هذه المسألة هي لا يوجد لا يوجد اشتباكات معنا الاشتباكات في في مسألة لا لو يقصد بعشيقة لا لا مستوعب عليه عن إيه لا, لا لا توجد لا توجد يعني هناك يعني حروب صورية في, في مسألة داعش لم تكن نتيجة لحرب لم تخرج لم تفرزها الحرب يا أفرزها صراع صراع هوياتي في المنطقة بين السنة والشيعة في العراق هي لم تكن نتيجة النتيجه المواجهه في بعشيقه لا اعتقد انها ستكون بالشكل الذي يتم تخيله ان تدخل تركيا في حرب مع العراقيين او الى اخره لا اعتقد ان الامور ستصل الى هذا المرحله لكن التهديد واللغه بين الطرفين يعني هي تزداد تزداد حدة هي هي <applause> معركة هي معركة عض أصابع يعني سواء بالنسبة للموضوع العراقي التركي العراقي في أو التركي الإيراني لنقل في العراق يعني مع احترامنا للوضع في العراق هناك صراع ايراني تركي في العراق وليس صراع إرا... ليس صراع عراقي تركي، سواء في ال... في هذا الصراع او في حد الصراع يعني الصراع في مدار اوسع الروس الامريكي، انا أعتقد انه في المرحله الحاليه هناك نوع من عض الاصابع في, في لتكريس حاله معينه الى حين الانتهاء من, ال... من الانتخابات الامريكيه لانه هناك اعتقاد لدى جميع الاطراف الدوليه والاقليميه بانه هناك سيكون واقع اخر بعد هذه الانتخابات. طيب. آه واضح و... اسمح ال... لي اسمح لي, لي اقاطعك وراح نرجع نتابع الحوار في هذا الموضوع. وخلينا نحكي بواقعية هناك انعكاس واضح العلاقة السعودية المصرية سنبحثها أيضا بعد فاصل قصير فاصل ومن ثم نواصل معنا نواصل هذا الحوار حول الملفات الإقليمية واسمحوا لي أن أرحب بضيفي من القاهرة عبد الأقمار الصناعية الأستاذ محسن سميكة الصحفي المتخصص بالشؤون الدوليه استاذ محسن مساء الخير مساء الخير تحيه لحضرتك وكل استاذ محسن نشهد في هذه الايام توتر او يوصف بتوتر في العلاقه بين السعوديه ومصر ووقف مساعدات سعوديه للقاهره هل هناك اسباب او هل هناك توتر فعليا في العلاقه السعوديه المصريه يعني حتى نكون صرحاء مع انفسنا يعني بالتاكيد هناك توتر في العلاقات المصريه السعوديه مؤخرا على صعيد ما صدر قانون امريكي لمحاربه الـ الـ او او مطالبه تعويض من الدول التي تحارب او تقوي الارهاب ما يعرف بقانون جاستا وكان رد الفعل المصري يعني بعكس ما تنتظره المملكه العربيه السعوديه حتى لو على المستوى الشعبي كانت هناك توقعات بمغادره وفد مصري شعبي ورسمي ايضا الى المملكه لاعلان الوقوف بجانب الولايات المتحده في هذا الصدد تحديدا واعلان رفض مصر للقانون العداله قانون جاست القانون الامريكي الذي يعني ظلم المملكه كثيرا باعتباره ان ان كل ضحايا او او ذوي مصابين احداث 11 سبتمبر بامكانهم مقاضاه المملكه العربيه السعوديه انقطع التواصل بالاستاذ محسن و يعني واضح التوتر موجود العلاقه السعوديه المصريه اختلفت في الايام القليله الماضيه جاسته فقط أم أن هناك لا 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 أعتقد أن جاسته هو السبب مم. يعني هناك هناك رؤية مصرية يعني خاصه في في طبيعه تموضع مصر الاقليمي وحساباتها الاقليميه مصر دوله عظمى وكبرى في المنطقه وعانت من خلال من 2011 ل 2013 من مشاكل كثيره وكان موضوع الاسلام السياسي والاخوان المسلمين من اهم هذه القضايا المحرك الاساسي الان ال الذي اصبح يقود السياسه الخارجيه المصريه هو موضوع الاخوان أين يوجد الإخوان هم يعارضون من يساند الإخوان، لذلك علاقة مصر ليست جيدة بل سيئة مع قطر وسيئة مع تركيا وما زالت منذ أن انتهى حكم محمد مرسي والى هذه اللحظة وسيستمر بتقديري إن لم نصل إلى يعني تصل العلاقة إلى تسوية تاريخية وليست تسوية تكتيكية فلذلك المصريون يتحسسون جدا مما يجري في سوريا ليس على ارضيه دعم بشار الاسد بقدر ما هي عدم السماح للاسلام السياسي بان يستولي على مقاليد الحكم في سوريا وتفتيت الدوله السوريه فهم يشعرون ان الموضوع السوري واحد من الملفات التي لها علاقه بالاسلام السياسي الذي هو بالنسبه لهم عبر العنوان الاساسي الاخوان المسلمين عدو اول فلذلك عندما يختلفون مع السعوديه على موضوع السعوديه بالنسبه لها الموضوع معكوس تماما السعوديه بالنسبه لها اليمن محطه معركه حاسمه وقويه وسوريا معركه حاسمه وقويه في مواجهه عمليه مع ايران على المدى البعيد لأنها بيعتبروها بيادق ايرانيه فلذلك الحسابات السوريه والحسابات السعوديه في الملف في الملف السوري هي حسابات متناقضه، ليست حسابات منسجمه، لكن هذا التناقض برز مؤخرا، لماذا برز مؤخرا؟ انا بتقديري لربما تكون هناك ملفات لا ندركها ومنها الملف الاقتصادي، الضغط باتجاه مزيد من المساعدات الاقتصاديه، نعلم اليوم اصبح يعني مصر لا يوجد لديها عمله صعبه الان. الدولار يعني بحصل حوالي 100 دولار بجيب 1500 جنيه مصري يعني الدولار الواحد 15, 15, جنيه, جنيه. والان خير. هناك توقعات ان حتى نهايه الشهر قد يوصل اكثر من ذلك يعني بوصل 20 ففي انهيار عمليا عندما لا يكون هناك عندك عمله صعبه كل الحياه الاقتصاديه بتكون مشلوله لا في استيراد ولا في مصانع بتشتغل ولا في فبالتالي انت بتعيش ازمه اقتصاديه خانقه طيب. قد يكون الملف الاقتصادي هو المحرك اين المحرك في العلاقه السعوديه المصريه السعوديه دعمت مصر في الاونه الاخيره والموقف المصري واضح من الاخوان المسلمين وعلاقات سيئه مع قطر وتركيا واليوم تسوء العلاقه بين السعوديه ومصر سيدي لا يوجد لقاء دائم بين الدول هناك نقاط لقاء وهناك نقاط خلاف هناك تكتيك وهناك استراتيجيه انا باعتقادي عندما يعني شهدت العلاقه السعوديه المصريه يعني نوع من الدفق في خلال فتره فتره محمد مرسي وما بعد محمد مرسي ودعم الاقتصاد المصري قيام دول الخليج بدعم الاقتصاد المصري كانت لحظه تكتيك بين الطرفين. السعوديين يعرفون جيدا بان هناك نقاط خلاف مع الجانب المصري كانت هذه النقاط موجوده من ايام مرسي آه وستستمر مع القيادة الجديدة اللي هي قيادة الرئيس السيسي آه والمصريين أيضا يعني أين الخلاف وال والمصريين أيضا سأوا فيك والمصريين أيضا يعاونوا جيدا بأن آه هذه هذه نقطة اللقاء تلك لن تدون طويلا آه استفاد الطرفان من هذه المسألة السعوديين خلصوا من آه قيادة آه الإخوان المسلمين لمصر في تلك الفترة والمصريين تجاوزوا أزمتهم الاقتصادية أه نقاط الخلاف هناك تجاوزوا اليوم أه ازمه الاقتصادية المصرية ازمه الاخوان يعني ازمه الاقتصا... المنعطف الاقتصادي الذي كان قائما في ذلك الحين جميل كانت جميل كان المنعطف حادا اكثر من الوقت الحالي مصر كان وضعها يعني مأزوم جدا في تلك الفتره فتره ما بعد مرسي دمر الاقتصاد الرجل قبل ان يخرج من السلطه. هناك عده نقاط خلاف اعتقد انها يعني اقرب للخلاف الاستراتيجي الملف السوري بلاد الشام بالنسبه لمصر تاريخيا من ايام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله هي عمق استراتيجي حتى الان يعني ما كان ما كان يسميه مرسي الدوله العميقه في مصر تنظر الى الجيش السوري باعتباره الجيش الاول سوريا لديها موقف واضح مصر لديها كدوله موقف واضح من من الموضوع النظام السوري هم لا يريدون اسقاطه بهذه الطريقه هم يريدون الحفاظ على الوحده وحده الوطن السوري وبالتالي لم يتغير موقفهم حتى حينما كان مرسي موجودا في السلطه الدوله 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 المصريه الحقيقيه لم تكن منسجمه مع مع مرسي في في طرح في سياقه واندلاقه نحو ال الاخوان الاخوان السوريين وموضوع تغيير النظام السوري هذا بالنسبه للموضوع السوري بالنسبه للموضوع اليمني انا باعتقادي ان الاخوان في السعوديين يعني القياده السعوديه تريد من من المصريين ان يكونوا عسكر في في معركه اليمن المصريين حذرين تجاه هذه المساله لديهم تجربه قديمه في في هذا الموضوع من خلال فتره حكم الرئيس جمال عبد الناصر ايضا يعني كانت هناك حرب طاحنه خسروا فيها الكثير ولا يريدون ان يتورطوا في الحرب اليمنيه ف رغم الدعم المصري في بدايه المعركه دعم كان دعم كان محدود لم لم ينزل الجيش المصري الى اليمن يعني هناك حذر في التعامل مع الملف اليمني اهم ملفين يهمان السعوديه في هذه المرحله هناك تباين بين في وجهه النظر السعوديه المصريه حولها ما حدث مؤخرا ان هناك تطورات في في الملف السوري متسارعه المصريين تعاملوا مع هذه التطورات بما يتناسب مع وجهه نظرهم تجاه الموضوع السوري <applause> تحولات الموقف الروسي الموقف الامريكي وميوعته والى اخره ما حدث انهم تعاملوا مع هذه المعطيات وباعتقادي انهم حافظوا على يعني استقلاليه قرارهم واستقلاليه رؤيتهم في التعامل مع الملف السوري كما كما هم يحافظون في في الملف اليمني انا باعتقادي هذه النقاط التي ادت الى هذا الخلاف بين الطرفين طيب لنعود مرة أخرى إلى ضيفي من القاهرة الأستاذ محسن أستاذ محسن مساء الخير والخلل الفني من القاهرة عدت لنا من جديد ضيوف الكرام يرون أن ليس الموضوع لا يقتصر فقط بجاستة هناك عدة عوامل أبرزها العاملين السوري الموقف تجاه ما يحدث في سوريا والموقف بما يحدث في اليمن تتفق مع ذلك بالطبع أنا أنا بدأت بداية بدأت توتر العلاقة تحديدا منذ يعني إصدار جاستا ورفض الفيتو الخاص بالرئيس الأمريكي باراك أوباما التي اكتادت فترتها الاقتراب على نهايتها من هنا بدأ التوتر في العلاقة بعض الشيء وكان القرارين الخاص بمجلس الأمن اللذين وافقت عليهما مصر الأول متعلق بالاقتراح الفرنسي الذي تقدم به وأيضا الآخر الروسي من هنا يعني ظهرت المشكلة أكثر فأكثر ولكنها بدأت كما تحدثنا في قضية جاستا ولم يكن رد الفعل المصري على مستوى مطلوب بالنسبه للرياض كانت تنتظر تدخلا اكثر فاكثر حتى ان كان لي اتصال بسفير السعوديه في القاهره ومندوبها الدائم في الجامعه العربيه احمد القطان حول رد الفعل المصري يعني ذكر لي ان كنا ننتظر مبادرات مصريه تمثل الدول العربيه بشكل عام امام المجتمع الغربي والمجتمع الدولي الخاصه برفض هذا القانون لكننا لم نجد لم نجد هذه المبادره او هذا الوقوف الذي كنا نتمناه هذه واحده الاخرى متعلقه بموقف تحديدا المصري من القضيه الروسيه الذي ظهر اكثر فاكثر على السطح منذ مشاركه مصر في فعاليات قمه ال20 جي 20 التي عقدت في سبتمبر في اوائل شهر سبتمبر وايضا في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده 71 حينما التقى الرئيس السيسي بالعديد من الزعماء والرؤساء وطلبوا من مصر تحديدا بحسب مصادر زياده دورها في الملف السوري بشكل كبير لان مصر ليست لها مطامع بعكس يعني دول اخرى في الاقليم لها مطامع او تنوي ان تفعل شيئا بسوريا مصر ليست لها اي مطامع وطلب منها ان تزيد دورها وان تستضيف اكثر فاكثر قاده المعارضه وايضا اطياف مختلفه في مصر للحديث حول الخروج من المازق الذي تشهده روسيا في الوقت الحالي. اعتقد ان موقف المملكه او موقف مصر تحديدا من القضيه السوريه وما انتهى اليه من الموافقه على مشروع القرار في مجلس الامن الاول الفرنسي والروسي كما ذكرنا كان له صدمه كبيره لدى المملكه تحديدا اعتقد كما يعني سرب او قيل لنا لولي ولي العهد تحديدا محمد بن سلمان. الذي راى ان موقف مصر لم يكن على ما يرام بعكس ما كانت تفعله السعوديه مع القاهره منذ بدايه منذ احداث تحديدا او ثوره 30 يونيو حينما دعا الملك عبد الله الراحل الى مؤتمر لاعانه القاهره وضم اليه العديد من الدول العربيه وايضا 5 مليار دولار امريكي كدعم يعني العديد من اوجه الدعم التي قدمتها المملكه للقاهره ولم تجب من القاهره رد فعل يعني يساوي او يضاهي هذا الامر طيب أستاذ محسن عندما نتحدث عن كل هذه الأمور هناك أيضا الجانب اليمني يعني الموقف المصري من اليمن ومن الحرب في اليمن لم يكن على قدر توقعات المملكة العربية السعودية بالفعل يعني لو عدنا الى الخلف عزيزي خطوات وخطوات حينما اعلن تحديدا عن بدايه عاصفه الحزم لم تكن القاهره لتوافق او مستعده في هذا الامر تحديدا كان ان كنت اذكر ان كنت موجود في شرم الشيخ قبل انطلاق القمه العربيه بيوم تقريبا واعلن عن قضيه عاصفه الحزم وان مصر لها مشاركه محدوده في قضيه باب المندب تحديدا عن مشاركه بحريه ان مصر لم تكن تنوي لتدخل بريا في قضيه اليمن تحديدا وتح تحارب مصر موقفها واضح من القضايا المتشابكه في الاقليم القضايا العربيه تحديدا وترفض تدخل اي دول في دول بعينها تحديدا اذا كانت الاوضاع في ليبيا الاوضاع في سوريا الاوضاع في اليمن مصر ترفض اي تدخل اجنبي او خارجي حتى وان كان من دوله عربيه شقيقه مصر لم تكن مستعده في هذا الوقت تحديدا الذي ترمم فيه جراح الارهاب والقوى الشر التي تحاربها في سيناء وغيرها من بعض المناطق المتفرقه في هذا الوقت تحديدا كانت الذروه عاليه للغايه قضيه الارهاب والاشكاليات المتعدده في مصر ولم تكن على قدر كبير في الاستعداد لدخول حرب مع قوى حوالي 11 او 12 دوله عربيه طبعا دول مجلس التعاون الخليجي باكمله وباقي او باغلب الدول العربيه مشاركه في عاصفه الحزم كان هناك مشاركه يعني راها البعض خاصه من الرياض انها مشاركه رمزيه ولم تكن مشاركه كبيره وقويه ولكن دعني اقول لك ان مصر يعني هناك خريطه جديده لها في اطار علاقاتها الاقليميه حتى على الاطلاق الداخلي او حتى على النطاق الخارجي مع علاقه مصر بموسكو لم تكن كما كانت عليه في الماضي ايضا علاقه مصر بالصين لم تكن كما كانت عليه في الماضي وباقي الدول الاسيويه والدول الغربيه بشكل عام في الماضي كانت القاهره تعتمد على واشنطن تحديدا في مختلف اوجه الدعم سواء دعم عسكري او دعم مادي او ما شابه أي, اي اي نوع من انواع الدعم هناك الان قوى مختلفه هناك علاقات قويه مع الروس. الروس يعني قيونه اسمح لي اقاطعك استاذ محسن هناك من يرى ما هو مشروع الضبع النووي اللي كان كان توقف فترات طويله منذ عقود الرئيس الاسبق طيب. حسني مبارك الان تحرك هذا الملف بقوه ايضا مصر تخطو خطوات كبيره نحو انشاء عاصمه اداريه الروس لديهم مشروعات كبيره اذا مصر تعرف ما تتفق فيه وما تختلف حوله تحديدا في علاقتها طيب. مع روسيا مع الصين مع الولايات المتحده ولم يكن كما كانت عليه في السابق فلا تستطيع ان تاخذ قرارا كما نصفوه هنا في القاهره بقرار تري بدخول حرب بريه او جويه او ما شابه مع اي دوله لمعاداه المد الشيعي او غيره من الدول التي طيب. في المنطقة على حساب أمور أخرى أستاذ محسن خليني أسألك سؤال بطريقة أخرى هناك من يجد أن الموقف المصري في الملفات الأخيرة هو موقف اقتصادي مصر تحتاج إلى المزيد من الدعم نظرا لوضعها الاقتصادي اليوم شبه المنهار هل هذا صحيح؟ الى حد بعيد طبعا يعني يعني الموقف الاقتصادي المصري في موقف يعني تحسد عليه لا تحسد عليه خاصه من الناحيه الاقتصاديه هناك العديد من المشروعات مصر دخلت فيها الفتره الاخيره ولكن لتجهيز بنيه تحتيه مصر تقوم بشبكه طرق عملاقه لربط المحافظات بعضها ببعض بالمناطق الصناعيه والمناطق الاستثماريه مصر تقوم بواحده من اهم محطات الكهرباء على مستوى الشرق الاوسط محطه بني سويف والعاصمه الاداريه الجديده ايضا مصر تمتلك حقل كبير للغاز حقل ظهر الذي اعلن هتشافي شركه اين الايطاليه في شرق المتوسط اعتقد ان هناك ازمات اقتصاديه بالفعل كانت ولا زالت تعاني منها او لا زال يعاني منها المجتمع المصري ولكن لا تمتد للفتره المقبله بعد يعني ان تحصد مصر العديد من ثمار هذه المشروعات سواء على مستوى البنيه التحتيه وتجهيزها بشكل كبير لقطاع الاستثمار الذي كان يشكو من قضيه الطاقه وضعف الطاقه ألا تضغط مصر بقاراتها الاخيره المشروع. على على الرياض بعض المناطق التي تم تجهيزها بالفعل لقضيه ألا تضغط القاهرة اسمح لي يا أستاذ محسن في الماضي هناك أيضا يعني حتى في الوقت الذي تعاني فيه مصر من سنة. أزمة اقتصادية كما حضرتك ذكرت وكما ذكرنا لكنها وجهت ضربة قوية وقاسمة للإرهاب في سيناء فجر اليوم تستطيع أن تذكر أو تستطيع أن تقول كلماتها في الوقت الذي تريده كما فعلت أيضا في السابق حينما ذبح 21 مصري في ليبيا على يد داعش قامت مصر بالرد كما قال الرئيس السيسي طيب. حق الرد في الوقت سمح المناسب، سمح بعد هذا الأمر بحوالي 8 أو تسع ساعات كان الرد اقتحمت الطائرات المصريه الاجواء الليبيه وقصفت مواقع وهامه جدا لتنظيم داعش طيب ونجحت في ضربتها حتى انا بدي اشكرك إذا كان هناك بدي اشكرك استاذ محسن يعني اشكاليات الاقتصاديه في, في الداخل المصري يعني هذا بالفعل اتفق معك يبدو ولكن يبدو أن لا نسمع يبدو ان الاستاذ محسن لا يسمعنا حقيقه بدي اشكرك يعني كل الشكر الاستاذ محسن سميك الصحفي المتخصص بالشؤون الدورية كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من القاهره يعني في عديد الامور يجب فتحها نتحدث عن عديد القضايا الاساسيه والمهمه التي يجب ان نبحثها في هذه الليله سنواصل الحوار لكن بعد فاصل قصير ابقوا <متصفيق> <متصفيق> نواصل هذا الحوار حول الملفات الاقليميه وبدي اسمع وجهه نظركم فقط استاذ رجب بعجاله. بي بي بما تحدث به الاستاذ محسن جاستا جزء من الضغط السعودي على مصر، مصر تلعب بكل اوراقها اليوم لحمايه اقتصادها وحمايه الدوله المصريه والثوابت المصريه. الفرقه الثانيه المصريه، لا يوجد فرقه أول. الفرق اولى، الفرقه الاولى هي الجيش الجيش السوري. هذه الاعتبارات المصريه. مصر لن تقف ضد اعتباراتها ومصالحها الاقليميه خاصه بكل ما تعانيه، حتى وان كانت مع السعوديين يعني انا استغرب زج موضوع جاستا بالقصة يعني يعني اولا القانون كما قرانا وتفهمنا بعده القانوني هو قانون امريكي للامريكيين على الارض الامريكيه بالمحاكم الامريكيه لا يوجد اي اليات لردعه اصبح نافذ وسيطبق وبدات الشكاوى وبدات المحاكم الامريكيه تستقبل الشكاوى فبالتالي ماذا يمكن ان نفعل هذا موضوع يت... لا, لا تستطيع لا مصر ولا غير مصر ان تساند السعوديه فيه، المسانده ستكون بابعاد اخرى بمثل مقاطعه المنتجات الامريكيه مثلا، اذا كان هناك ارصده موجوده في الولايات المتحده الامريكيه يتم سحبها، اذا كان هناك سندات خزينه يتم بيعها، الى آآ آآ وقف استيراد السلاح الامريكي، هذه قصص كبرى، هل تستطيع مصر مثلا ان ان تؤذي او تؤذي المنظومه الاقتصاديه الامريكيه اذا اتخذتها؟ انا لا اعتقد ان موضوع جاستا له علاقه بالاساس بالقصة القصة هي خلاف على سياسات اقليميه وتحديدا تجاه الملف السوري الذي فجر الخلافات وعكسها على الملف اليمني وعلى الدور الاقليمي لمصر فهنا تكمن المشكله وما اشار اليه الزميل بتقديري ليس دقيقا اتفق مع ذلك أنا أعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد يعني نوع من إحداث موازنات سعودية جديدة يعني باعتقادي أنه التوتر القائم حاليا بين السعودية ومصر لن يأخذ مناحي أكثر عمقا لأن الجانب السعودي يدرك جيدا أنه حاجته للموقف المصري في هذا الوقت ويدرك أهمية عدم تحليق مصر بعيدا عن 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 السرب وبالتالي باعتقادي ان هنا يعني هناك محاوله سعوديه ستكون لترميم لترميم الموقف مع مع المصريين، ماذا لو اضطرت مصر ان تاخذ نفط من ايران مثلا؟ ماذا لو اضطرت ان تذهب بعيدا في العلاقه مع مع الروس؟ يعني هناك مناورات مقبله في العالمين ستكون بين روسيا ومصر. بالتالي باعتقادي ان السعوديه معنيه في الفتره المقبله بتليين الكثير من فاصل مع الجانب المصري من أجل تجاوز هذا الموقف طيب أنتقل لموضوع آخر وبعيدا عن كل هذه الاستقطابات والتحولات السياسية والقراءة المشهد لكن ملف إقليمي أساسي هو ملف المنطقة الأول ملف القضية الفلسطينية نجاح أردني فلسطيني في تبني اليونسكو لقرار ينفي وجود أي صير اليهود في الأقصى والحرم القدس الشريف وجهة نظر يعني هذا أنا وصفته في مقال نشرته بالأمس بأنه قنبلة نووية لليونسكو واضطر يعني اضطرت اسرائيل ان تصف القرار باعتباره يعني ارهاب يعني لا اعلم اين الارهاب بالموضوع، طبعا الاسرائيليون لم يكونوا يتوقعوا صدور مثل هذا القرار، القرار في م... الذي يقرا القرار يجد انه كان قاسيا بالحسابات الاسرائيليه على اسرائيل، يعني سميت اسرائيل بالدوله القائمه بالاحتلال ولم يشر البيان الى الى حائط المبكى هذا التعبير الاسرائيلي اشار الى حائط البراق هذا التعبير الاسلامي ونفى اي صله تاريخيه بين اليهود وبين قبة الصخرة أو ما يسمى بهيكل سليمان فهذا يعني نسف للرواية الصهيونية التي بدأت منذ أن بدأت الحركة الصهيونية تتحدث عن العلاقة التاريخية بين اليهود وأرض الميعاد هناك توصيف بأن إلى أين كان العقل عقل اليونسكو عندما أصدرت مثل هذا القرار طبعا بالنسبة نعيده لكن آه اين ذا يعني هذا اول قرار يصدر تاريخيا بمثل هذه الصيغه وهذه اللهجه وهذه الطريقه نعم وهو قرار تاريخي بكل طبعا ابعاده تاريخي ولكن بكل اسف يعني لا يعني لم نفرح طويلا يعني بيان بيان رينا بوكوفا اللي هي المدير العام لليونسكو الذي اعادت فيه الكلام الممجوج ان هذه مدينه مفتوحه للاسلام والمسلمين للمسلمين والمسيحيين واليهود وفيها اثار للمسلمين والمسيحيين واليهود يعني عمليا تم تنفيذ القرار ولكن لا اعلم حقيقه ما مدى اهليه المدير العام لليونسكو انت ان تصدر مثل هذا البيان هل القرار الذي صدر هو الذي يملك الاهليه في التطبيق ام بيان المدير العام وما هو رد فعل الدول وخاصه الاردن وفلسطين على هذا البيان البيان الذي طيب رح كان مضادا طيب للقرار رح نحكي عن البيان لكن اتحدث اكثر عن هذا هذا القرار هذا التبني المهم جدا نعم يعني لنحدد مدى أهمية هذا هذا القرار أولا يعني هو بداية إعادة تأكيد على أن القدس مدينة محتلة ضمنيا يؤكد على أن القدس مدينة محتلة وهذا موقف دولي يعني موجود هذا الموقف لم يتم تجاوزه اثنين يعني موجود آه السفارات يعني من ينقل سفارته الى القدس يعني يحسب الكثير من الحسابات قبل ان يقدم على هذه الخطوه نتيجه لهذا هناك موقف دولي في هذا هي اكدت على ان القدس مدينه محتله أشارت بشكل ضمني إلى مسألة موضوع الاستيطان يعني أن هناك يعني هي لم لم يتحدث بشكل واضح القرار عن هذه المسألة ولكن هو يتعارض بالتأكيد مع الحركة الاستيطانية المستمرة في في المدينة والتهويد الذي يمارسه الجانب الإسرائيلي في على المدينة. الرواية الإسرائيلية أساسا هي رواية مختلة تجاه مسألة القدس يعني لا يوجد لهذه الرواية مصداقية في في العالم. لا العديد من الاسباب يعني جميع الحملات البحث عن الاثار في القدس يعني لم يعثر لم تعثر على حجر واحد يؤكد عبرانيه هذه المدينه او يهوديتها حتى الان لم يعثر على حجر في هذه المدينه حتى حملات الاستكشاف الاسرائيليه لم تدعي هذا الادعاء ان هناك ما يثبت آه ان هذه المدينة بالمواصفات التلمودية الحفر مستمر 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 البحث ولكن مستمر يا سيدي اليوم تتحدث منذ تتحدث تتحدث, لا تتحدث تتحدث فيري زي عالم الاثار انا اسف جهاد عالم الاثار الاسرائيلي نفى اي صله ايضا وقام بمجموعه ابحاث وليس هو فقط هناك العديد من العلماء لا لم يجدوا اي اثار أنا مثلما انا 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 متابع متابع المسألة جيدا موضوع الحفريات في داخل في داخل الاراضي الفلسطينيه وليس القدس وحده حتى الان لم لم يعثر المستكشفون عن حجر يؤكد يهوديه هذه البلاد ليست القدس وحدها هناك مبالغات ويتم الاعتراف بان هنا يتم الاعتراف بانها مبالغات ويتم التراجع عنها. ففي علم الاثار الجانب الفلسطيني او الجانب العربي هو جانب منتصر يعني بشكل كامل رغم تقصيره في متابعه هذه المساله والعقبات التي يواجهها هو يعني حتى الان الانتصار كلي للجانب العربي والفلسطيني لا جدال في هذه المساله. هو باعتقادي انجاز الامر الواقع يعني عمليا القرار اليونسكو لا يترتب عليه شيء من الناحيه العمليه لنكن واقعيين نحن يعني استصدرنا قرار من اليونسكو ولكن ماذا بعد ماذا يمكن كيف يمكن استثمار هذا القرار يعني في ظل الموازين الدوليه والاقليميه الحاليه قرار مجلس الامن بلا قيمه إذا ما الذي يمكن أن نخرج به من خلال هذه من خلال هذا هذا القرار؟ حديث السيدة مديرة اليونسكو عن الموضوع بياناتها بيانها هو يعني عمليا ينسجم حتى مع الموقف الفلسطيني بالأمس كان كان يتحدث مسؤول السلطة على البي بي سي بأنه نحن المدينة مفتوحة وليست مغلقة يعني إذا لا يوجد جديد في هذه في هذه هذه المسألة السؤال المطروح يعني هل هذا القرار سيكون قادرا على وقف العمليات الاستيطان مثلا في المدينة في هذا الوقت الحرج وفي أو في ظل هذه الموازين القوى الموجودة في المنطقة وفي العالم يعني باعتقادي أننا يعني نهول كثيرا في قيمة القرار عندما نتحدث عن انتصار كبير في هيئة معنية بمسألة الثقافة ولا, ولا يوجد لها يعني أذرع تنفيذية لهذه في, 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 في وقف الاستيطان وفي وقف الحفر تحت المسجد الأقصى أو غيره في, في المدينة يعني أنت هناك من يتحدث أن هذا القرار لم يأخذ حقه تتفق مع ذلك؟ ياخذ حقه فيما اعلاميا على الاقل تقدير لا انا باعتقادي انه هناك تضخيم في هذا القرار يعني القرار. تض... نعم هناك تضخيم في القرار يجب ان نتعامل معه باعتباره انجاز انجاز الامر الواقع لا نستطيع ان نحقق انجازات كبرى يعني لنكن لنكن واقعيين كاردنيين وكفلسطينيين لا نستطيع ان نحقق انجازات كبرى في ظل الوضع البائس صارح. للسلطه الفلسطينيه وفي ظل الوضع صارح. البائس للمنطقه وفي ظل اختلال الموازين القوى العالميه لا نستطيع جميل. أن... ان نحقق افضل, أفضل من كلام ذلك لنصالح قارئنا طيب. ولا نبالغ في 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 بناء الاوهام في راسه لا تبالغوا في بناء الاوهام خلينا ناخذ القرار بهدوء يعني هذا قرار امر واقع انا 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 يعني ومش بأنكبره. ما نضخ. لا انا ما بتفق مع جهاد اطلاقا القرار مهم وتاريخي ومفصلي م. بمعنى اصلا نحن لا ناخذ مع اسرائيل اي مواجهه عسكريه لنبدا من هذه النقطه معاركنا مع اسرائيل هي معارك سياسيه وثقافيه وتحديدا على التراث وبالتالي هذا جزء من المعركه اهم شيء في هذه المعركه انها نسفت الروايه الاسرائيليه التي خدعت بها العالم عن انها هي التي تملك ان هناك دوله لسليمان قامت وان هناك القدس عاصمه لها فبالتالي يجب هذا القرار يدحض قصه قيام دوله مستمره على مدى اكثر من كذا قرن في فلسطين وتحديدا في منطقه في القدس في في يهودا يعني لانه عندك يهودا والسامره هم حسبنا فبالتالي هو ينفي الروايه الاسرائيليه التي استندت اليها الحركه الصهيونيه قرابه قرن من الزمن فبالتالي انا لا يمكن ان اقلل من شان مثل هذا القرار، الان علينا ان نستثمر هذا القرار في اين يمكن هل يمكن استثماره استثمار ثقافيا في وفكريا هل وسياسيا؟ يمكن استثماره قانونيا؟ قانونيا سؤال. طبعا انت قرار من هالنوع في حالة إذا كانت هناك توجهات لتسوية سياسية تأخذ بنظر الاعتبار القوانين والأنظمة الدولية بالطبع سيكون هناك استثمار ولكن إسرائيل دولة مارقة بمعنى أنها تدير ظهرها على الدوام لكل قرارات مجلس الامن ولكل قرارات الامم المتحده، وخاصه عندما يكون هناك دوله داعمه مثل الولايات المتحده، اذا اسرائيل عندما تكون قابله للرضوخ الى عمليه سياسيه اساسها قرارات مجلس الامن والقرارات الناظمه والقرارات الدوليه، بالتاكيد مثل هذا القرار هو قرار وازن. ومهم جدا لانه يقول ان القدس ليست اسرائيليه باي حال من الاحوال وان القدس موجوده تحت سلطه الاحتلال وانها اسلاميه يعني ماذا يوجد اكثر من ذلك اسمع وجهه نظرك استاذ جهاد وهناك من يجد انه من الممكن ان يستغل هذا القرار في المحاكم الدوليه تحديدا فيما يخص الاستيطان يا اخي حتى الان جميع القرارات الدوليه تتعامل مع القدس باعتبارها مدينه محتله اذا ما الذي جاء به بهذا القرار سؤال بالنسبة للجانب الثقافي لا يوجد أي يعني ما يؤكد الرواية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية بموضوع الأثار إذا هي الحقائق موجودة ومكرسة ومعترف بها من قبل العالم جميع العالم هذا قرار لا يعزز ذلك بأن, بأن هذه أنا قلت أنه يؤكد على أن القدس مدينة محتلة في البداية ويشير ضمنيا إلى موضوع الاستيطان إذا هناك جوانب إيجابية لهذا القرار وليس قرارا سيئا ولكن انا ضد المبالغه في تضخيم هذا القرار واعتباره يعني نصرا كبيرا سيؤدي سيكون له ما بعده ما بعده في في المرحله المقبله. هو تحرك في ظل ازمه في ظل موازين قوى مختله م. نستطيع ان نقول اننا حققنا فوزا كاي فوز في مباراه كرة القدم مثلا ولكن هذا الفوز لا يعني انه ان هذا هذا الفريق الاسرائيليين يعني. أن, <applause> ان هذا الفريق سي <applause> نعم لنحاسب الامور بشكل اكثر دقة طيب. هذا الموضوع ممكن بحاجه الى المزيد ولنرى تبعات هذا القرار والفوائد التي قد نجنيها من هذا القرار بدي اشكركم كل الشكر ضيفي الكريمين شرفتوني بحضوركم هذه الليله الى هنا اذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهايه حلقه هذه الليله من نبض بلد رؤيا كما عهدتموها كانت ولا تزال وستبقى دائما معكم منكم واليكم فالأردني رؤيا تصبحون على خير